مرحبا يا جماعة، معكم سلامة في فيديو جديد. بفيديو اليوم بدي أكمل قصة كشافة كرة القدم بالحارة، فعشان تفهموا هذا الفيديو ضروري تروحوا تحضروا الجزء الأول، رح أحطلكم إياه هون أو هون. ولا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. وصحيح يا جماعة نسيت أحكي لكم إنه سكاكر ولدت وجابت 4 بسس، لما يكبروا شوي إخوان ما بلش أطلعهم بالفيديوهات. وطبعا لا تنسوا إنه تصلوا على النبي يا جماعة، ويلا خلينا نبلش. زي ما قلت لكم بالفيديو الماضي انه سامي حكى لاخوي وحكى لنفاس انه بده ياخذهم الاسبوع الجاي على المدرب عشان يختبر حراستهم وكمان عشان يسجلهم بالنادي. فانا ومحمد يا جماعه قلنا خلينا الاسبوع هذا نثبت لسامي انه احنا بنستاهل نكون بالناشئين. اول اشي سويته يا اخوان جبت بوت الاصابع وحطيته بالدار ورجعت للبوت تبعي القديم، لانه بوت اصابع وزفته ملعب بزفته بزبطش. فخلص يا اخوان برجع بلعب بالبوت العادي وبضل اتدرب انا ومحمد وبنفرجي مهاراتنا لسامي يا اخوان، هذا اللي مفكر حاله انه قطاعه ولك احنا قطعات الحارات. المهم يا اخوان جنب المدرسه اللي بنلعب فيها دائما كان في مدرسه صغيره وكان فيها ملعب كثير كثير صغير. فانا ومحمد نطينا من سور المدرسه هاي ودخلنا على الملعب تبعها وظلينا انا ومحمد لحالنا بهذا الملعب وظلينا نتدرب. وعسيرة المدرسه هاي مره سرقنا المقصف تبعها، فاذا حابين احكي لكم القصه اكتبوا لي بالتعليقات. المهم ظلينا نتدرب انا ومحمد ونشوت الطابه من بعيد ونراوغ بعض ونعمل مهارات. ظلينا تقريبا 3 ايام يا جماعه كل يوم نتدرب اكثر من 3 ساعات. عملنا معسكر تدريبي يا اخوان زي كأنه في عنا كأس عالم بعد أسبوع. المهم بعد ما تدربنا منيح منيح قلنا خلص حانت اللحظة، سوف نثبت للجميع أننا نستحق أن نلعب مع الناشئين وليس فقط الناشئين، نحن نستحق أن نلعب مع برشلونة ومدريد. الله الله, الله, الله. مش عارف ليش شبكت على جو الشاعر وعسيرة الشاعر، اشتكتوا له صح؟ شو رايكم اعمل لكم فيديو عن الشعر؟ اكتبوا لي بالتعليقات. المهم يا اخوان نزلنا على المدرسه الكبيره اللي نلعب فيها دائما، فتحنا باب الملعب ودخلنا واحنا ماسكين الطابه وكنا شايفين حالنا انه احنا قطعات الملعب، وشوف مين بده يتحدانا. ولقينا سامي واقف مع اخوي واقف مع نفاس وقاعد بيحكي معهم وبيدرب فيهم. فانا ومحمد اول ما دخلنا حكينا مين ينزل لنا فريق، مين الفريق اللي بالملعب هذا كله بيقدر يفوز علي انا ومحمد، خلينا نمسح الارض فيكم كلكم بس احكوا لي مين بده يلعب ضدنا. وسامي حكى لنا يلا هي انا بنزل لكم فريق، واخذ معه نفاس واخوي. مش فاهم يا سامي، يعني انت حارس واخوي حارس ونفاس حارس، طب مين بده يصف منكم على الجول؟ يعني مش فاهم، اخذت كل الحراس اللي بالملعب؟ طب على الاقل اترك لنا واحد نحطه حارس عنا، فريقنا محتاج لحارس. بس احنا ما اهتمينا يا جماعه، احنا راح نفوز عليهم حتى لو كانوا 10 حراس. المهم جبنا 3 من اصحابنا وصرنا 5، وهم كمان جابوا كمان 2 وصاروا 5، ولعبنا 5 ضد 5. وهيك يا جماعه بلشت المباراه المصيريه. هاي المباراه بالنسبه لنا اهم مباراه بمسيرتنا، يعني اذا خسرنا لا سمح الله طبعا شو نخسر، راح يتدمر مستقبلنا اذا خسرنا، واذا فزنا يا جماعه راح نوقع مع الناشئين. هاي المباراه اهم من نهائي كاس العالم بالنسبه لنا. المهم بلشت المباراه، انا اعطيت الطابه لمحمد ومحمد راوغ واحد منهم ورجع لي الطابه، ولما استلمت الطابه شفت سامي قاعد بركض علي بده ياخذ الطابه مني، فانا اعطيته واحده ورحت انفراد انا والحارس لحالنا، وبرضه كان واقف حارس نور اخوي الخاين. شت الطابه علي يا جماعه ونط نطه بوفون الاصلي ما بنط زيها. احا يا زلم انت من متى زي هيك بتحرس؟ انا مش فاهم مين علمك. كملنا لعب يا اخوان وكنا متحمسين والمباراه كانت مولعه، واجت هجمه ثانيه لفريقنا وفي واحد من الفريق رفع لي الطابه ونطيت ضربت الطابه براسي ودخلت بنص الجول. انا ومحمد ركضنا ورحنا وقفنا عند زاويه الملعب وصرنا نصرخ خاوة جبت جول. المهم كملنا لعب فزنا عليهم 3-0 وحرفيا مسحنا الارض فيهم يا جماعه، بهدلناهم بهدله بالملعب. وبس خلصت اللعبه مسكت الطابه زي هيك زي اللعيب اللي بيجيبوا هاتريك وصرت اقزدر بالملعب، امشي شوي شوي بالملعب وانا شايف ماسك الطابه وشايف حالي، وقلت لسامي اسمع هيك انا ماسك الطابه اسمع متى رح نوقع العقد؟ حكى لي اي عقد؟ قلت له شفت كيف احنا صرنا محترفين؟ لازم نسجل معك بالناشئين. كيف محترفين وناشئين؟ بقول لكم يا جماعه انا شابك على جو الشعر واشتكت للشعر انا بصراحه. حكى لنا لا انتم مش قويين كثير واحنا ما لعبنا اقوى ما عندنا اصلا، يعني احنا بنقدر نلعب اقوى. كيف؟ كيف مش قويين كثير واحنا مسحنا الارض فيكم، الملعب كامل مسحناه فيكم وبهدلناكم تبهدل، كيف مش قويين؟ حكى لي خلينا نعيد المباراه بكره وفرجونا ايش بدكم تعملوا. قلت له ماشي واحنا قدها. روحنا على الدار وثاني يوم نزلنا على الملعب ولقينا سامي كان بيستنى فينا يا جماعه وحكى لنا يلا خلينا نبلش اللعبه. قسمنا الافرقه زي المره الماضيه نفس الفريق بالضبط وبلشت اللعبه، ولا بلاقي لكم سامي شات الطابه من نص الملعب ودخلت جول وصار يحكي لي شايف اني ما كنت العب منيح المباراه الماضيه. قلت له طيب هسه بتشوف، وشوتت الطابه زي من نص الملعب يا جماعه، واخوي نور برضه صد الطابه يا جماعه.
رجع نط وصد الطابق. يا زلمة مشان الله مشان الله الحراس اللي معك مش طبيعيين يا سامي، انت كيف دربتهم زي هيك؟ فانا قلت خلاص الشوت من بعيد ما راح يزبط معهم ولازم اشوت من قريب ولازم اراوغ وزي هيك، وصرنا انا ومحمد نراوغ فيهم ونعمل مهارات. يا جماعه قعدنا 3 ايام واحنا نتدرب اكيد راح نعمل مهارات. ومحمد مد الطابع على الطرف يا جماعه وصار يركض زي بل، وسامي زحلق على محمد ومحمد وقع على وجهه ونمزع وجهه من هون من ارضيه الملعب لانها ارضيه الملعب زفته، فلما وقع على الزفت انمزع وجهه. وكلنا تجمعنا على محمد ومحمد كان بنزل دم خفيف من هون وتبهدل صار كله غبره من الوقعه. وهون محمد يا اخوان عمل الاشي اللي ضيعنا بسببه، محمد قام وضرب سامي بوكس. انا لما شفت محمد ضرب سامي بوكس قلت لا يا محمد بالله عليك لا تضيع حلمنا ومستقبلنا عشان تضرب سامي بوكس، ما هو سامي طريقنا للمستقبل بده يسجلنا بالنادي. خلص هيك يا اخوان خربت بيننا وبين سامي وولعت هوشه كبيره، وانا اكيد يعني محمد صاحبي فراح افزع مع محمد، فزعت مع محمد وصارت هوشه كبيره بالملعب وخربت العلاقات مع سامي. يعني اذا كان في نسبه صغيره انه سامي ياخذنا معه على الناشئين هسه انعدمت هاي النسبه ومستحيل نروح معه على النادي. ومرق الاسبوع يا اخوان واجا اليوم اللي اخوي ونفاس بدهم يروحوا مع سامي على النادي فيه، واخوي لبس اواعي رياضه وبوت اصابع وحركات وطلع مع سامي على النادي، وانا كنت بتطلع عليه وانا مدمع يعني خلص راحت علي وما راح اروح معهم على النادي. طب خذوني معكم والله ما بطلع صوت وبضل ساكت مؤدب حتى لو ما بدكم اياني العب بس بتفرج عليكم وانا ساكت، بس خذوني معكم اشوف كيف شكل النادي. المهم يا جماعه اخوي نور طلع وراح معهم على النادي، وانا ومحمد شغلنا اغاني لجورج والسوف وظلينا متدمرين. وبعد ساعتين بروح نور اخوي على الدار وكان منكد. انا لما شفته منكد خف عقلي بقول له يا زلمه ايش مالك ايش صار بالنادي، وحكى لي رفضني المدرب. قلت له ليش رفضك احكي لي شو صار معك بالتفصيل. انا يا اخوان نكدت معه لاني كنت حاب جد انه اخوي يسجل عشان بالمستقبل لما اخوي يكون بنادي بيقدر يجيبني معه على النادي. فانا نكدت معه وقلت له احكي لي ايش صار. حكى لي انهم دخلوا على النادي وبلشوا يتدرب، وكان الملعب كثير كثير كبير، يعني احنا كنا نشوف الملعب ال11 على التلفزيون وبين كثير كبير بس على الحقيقه بيكون اكبر من اللي بنشوفه على التلفزيون بكثير. قلت له كمل. حكالي بلشوا يركضوا ويلعبوا ويحموا زي هيك لحتى اجى المدرب، والمدرب اول ما شاف اخوي وشاف نفاس صار يضحك. ليش صار يضحك يا اخوان؟ لانه بكل بساطه نور ونفاس كانوا كسار كثير كثير كسار، وحارس المرمى اهم اشي فيه انه يكون اطول من عمود الكهرباء، ونفاس واخوي يا جماعه كانوا اكثر من مطره المي. والمدرب صار يسلكلهم ويشوت عليهم شوي ويدربهم شوي عشان ما يكسر بخاطرهم، وحكى لهم خلص روحوا وبنحكي معكم بعدين. وسامي وهم على الطريق يا جماعه حكى لهم الصافي، حكى لهم مش راح يزبطوا تسجلوا بالنادي وانتم كسار زي هيك. طب الله يسامحك يا سامي ما انت شايفهم من الاول كسار، ليش تفتح نفسهم وتحكي لهم انه تعالوا معي على النادي بدي اسجلكم؟ انت مش بس فتحت نفسهم، فتحت نفسي انا ومحمد معهم، كنا مفكرين انا ومحمد انهم خلص هم يسجلوا بالنادي وبعد ما يسجلوا بفتره ياخذونا معهم، يعني يحكوا له انه في اخونا وصاحبنا زي هيك بالنادي خليه يسجل معنا. بس انت دمرت احلامهم واحلامنا واحلام العصر واحلام المغنيه. وانا يا اخوان نسيت الموضوع هذا كله وركزت على شيء واحد، حكيت لاخوي وين موقع النادي، وفعليا نور اخوي حكى لي وين مكان النادي، وانا على السريع رحت ركاض على دار محمد. قلت له خلص اسمع لقيت الحل وراح نسجل بنادي، وطز على سامي وراح نسجل لحالنا. محمد حكى لي كيف؟ قلت له بكره على الساعه 10 الصبح بدي اياك تكون لابس اواعي رياضه وبوت اصابع ومجهز حالك وبتستناني. حكى لي خلص ماشي راح اجهز حالي الصبح بدري. وانا يا جماعه روحت على البيت وحطيت راسي ونمت مباشره، وصحيت ثاني يوم زي القرد لبست اواعي رياضه ولبست بوت الاصابع والجرابات الطوال، وجبت شنطه المدرسه فضيت الكتب منها وحطيت فيها مطره مي ومنشفه واشياء زي هيك، وطلعت ركاض على بيت محمد ولقيته قاعد بيستنى فيا وبرضه كان لابس اواعي رياضه وجربات طوال وبوت اصابع ومعاه شنطه، اجواء رياضيه بحت يا جماعه. المهم وقفنا تاكسي وقلنا له بدنا نروح على المكان الفلاني، وانا على الطريق كنت بتخيل القصر تبعي ببرشلونه وبقول خلص اولادي رح يلعبوا عند المسبح والكلب لوكي رح يلعب مع اولادي وانا ومحمد نلعب مع برشلونه ومدريد يعني ضد بعض، ونصير نطلع على بعض نظره انه متذكر لما كنا نلعب مع بعض بالحاره. خلص يا اخوان الاحلام هاي كلها رح تتحقق. واول ما وصلنا على مكان النادي حسبنا التاكسي ونزلنا وقفنا على باب النادي انه اخيرا يا اخوان رح نسجل بنادي. بلشنا نمشي شوي شوي على باب النادي زي اللعيبه الحقيقيين. انا كان نفسي اني ادخل على النادي ركاض بس مش حلوه يعني اني افوت على النادي ركاض، فصرنا نمشي شوي شوي زي مراد على مدار ودخلنا على النادي.